صباح الخير. النهاردة أنا بتشرف بوجودي مع سك وإتيدا إن إحنا بنبدأ إن إحنا نقول ويبينار جديد عن إزاي نطبق أجايل صح، أو الغلطات المشهورة في تطبيق الأجايل اللي معظم الناس بتعملها وبتبقى بتعمل لهم مشكلة إن هم بيرجعوا يقولوا الأجايل مش مناسب لينا، أو بتعمل لهم مشكلة إن هم يحسوا إن هم مش عارفين يتطوروا أو مش عارفين يطبقوا الحاجة اللي هي دلوقتي تعتبر ماركت ستاندرد. فالغلطات دي بتعملها ناس كتير قوي وشركات كتير قوي، فدي الجود نيوز إن هي غلطات معروفة، فكمان بالتبعية هي حلولها معروفة وسهل إن أنت إن شاء الله في التيم بتاعك أو في الشركة بتاعتك تقدر إن أنت تحلها أو تتفاداها، وتقدر إن أنت تاخد الفاليو من الأجايل وتطبق أجايل بشكل مظبوط ينفعك في الشركة بتاعتك. فدي بداية كده إن شاء الله. لكم صباح الخير ويلا نبدأ. أنا هبدأ أشير ماي سكرين. البرزنتيشن مش طويلة ومتقسمة لشوية غلطات وإزاي نتفاداها وكده. بالنسبة للأسئلة، عشان أنا عارفة ممكن يجي مواقف في بالكو أو يجي أسئلة معاكو أو كده، هي الأسئلة أنتم مش هتبقى الدنيا ميوتد، فابعتوا لي الأسئلة على الشات. ممكن في خلال كل بعد كل سكشن نبدأ نتكلم على الأسئلة اللي تخص السكشن ده، وممكن نلاقي إن في أسئلة معينة هتكون ترد عليها من وسط الشرح. وطبعا في جزء ان شاء الله من المحاضره في الاخر حوالي ربع ساعه هنقدر ان احنا نتكلم فيه على اسئله سواء ريليتد بالمحاضره لسه ما جاوبناش عليها، او سواء اسئله ممكن تكون بره المحاضره شويه، فدي هنأجلها للاخر خالص. تمام، فهبدأ معاكم دلوقتي. انا عندي يعني زي موتو كده ان احنا بنحب الامبلمنت الاجايل بنفس طريقه الاجايل، عشان زي ما انتم عارفين اجايل از مايند سيت، فدايما واحنا بنطبق اجايل خلينا بنتعامل معاه على انه بروجكت اجايل، بنتعلم وبنغلط وبنطبق وبنحط مايلستونز بنحط اولويات والقصه دي كلها. هعرفكم عني سريعا. انا اجايل كوتش بشتغل مع الشركات في مصر والوطن العربي ان انا اخليهم يشتغلوا اجايل، سواء بالتعليم سواء بالكوتشنج اللي هو ريل تايم، يعني بطبق معاهم وبشتغل معاهم. انا بدايتي كانت ديفلوبر زي اي حد عادي من 2006، وتدرجت في الكارير بتاعنا لحد ما بقيت سكرام ماستر في اي تي ووركس اديوكيشن، ومن هنا اتعلمت اجايل كويس جدا، وبدات اشوف طب ليه اللي انا استفدت بيه ده ما فادش بيه ناس تانية. عشان كده بدات اتجه للكوتشنج والكونسلتنج على المستوى المهني، وكمان على مستوى الكوميونتي عندي اجايل بالعربي، ده جروب على الفيسبوك ويوتيوب شانل، بنحاول ان احنا دايما نتكلم على الاجايل بالطريقه اللي انا بتكلم معاكم بيها دي، علشان يبقى اقرب لينا، اقرب لطريقه استيعابنا، واقرب للتنفيذ ان شاء الله. في الرحله دي اخذت مجموعه من السيرتيفيكتس اللي ليها علاقه سواء ان انا اجايل بروفيشنال او اجايل ترينر، دي نبذه عنها يعني، وهبدا معاكم بالاجنده بتاعتنا دلوقتي. اول حاجه، وده سؤال مهم قوي، احنا ليه بنعمل السيشن دي؟ ليه لما انت تعمل تشتغل اجايل بشكل مش مظبوط قوي دي مشكله كبيره؟ تاني حاجه نعرف بقى ايه المشاكل اللي الناس بتعملها، وايه الاسئله اللي بتجيلي دايما ويقولوا لي لا اصل مش نافع معانا علشان كذا، اصل احنا فشلنا فيه علشان كذا، ونبدا نتكلم على ايه اللي نقدر نعمله عشان ننجح بشكل عملي، وبعدين ناخد اسئله حضراتكم. تمام، انا هبدا دلوقتي اول حاجه، وزي ما كنت بقول لكم، طيب ليه لما تحاول تطبق اجايل وتفشل الامبريشن اللي بيحصل ده بيكون ليه حاجه مش كويسه؟ انا بين كل سؤال والتاني هديكم كده 30 ثانيه فكروا مع نفسكم، جست نشغل دماغنا في السؤال، وبعدين هبدا ان انا اجاوب على السؤال. فاللي حابب يكتب لي اجابات سريعه برضو على الشات هيشاركني هبقى مبسوطه، بس ممكن بس فكر في السؤال كده في دماغك 30 ثانيه. طيب نبدأ. أنا أقول لكم اللي بشوفه من الناس اللي بتبقى متوقعة إن هي فشلت في تطبيق الأجايل وإيه تأثيرهم عليه.
اول حاجه ان الناس بتقول لك اجايل ما ينفعناش، وده اسامبشن انا بشوفه غلط جدا، وناس كتير جدا بتقول عليه، وهم فاكرين ان هم عندهم very very special case والاجايل ده مش نافع فيها والقصه دي. خلينا نتكلم في واقعين. اول واقع ان اجايل دلوقتي هو الستاندرد بتاع الماركت بتاعنا، وهو موجود بقاله اكتر من يعني داخل على 30 سنه اهو او يمكن اكتر. وفي الحاله دي الاجايل هو اللي يعني بيساعد ناس كتير، وجربوه على فريموركس كتيره جدا، على ناس كتيره جدا، على شركات كتيره جدا حول العالم، على ستاندردز ولي سيرتيفيكتس. فاكيد الكيس اللي احنا بنتكلم فيها نفعت مع حد فيكم، او الكيس بتاعتنا دي في حد تاني كان شبهها وجربها ونفع معاه. دي اول حاجه انا برد عليها على الكونكلوجن ده. تاني حاجه ان احنا ممكن نكون ان احنا جربنا طريقه ما من الاجايل، جربنا سكرام مثلا بس ما جربناش كانبان. طب ما ده اجايل فريم ورك، ده اجايل فريم ورك، فانت ما تقدرش تحكم ان اجايل مش سيتبل ليك غير لما تجربه صح وبعدين تحكم، وكمان تجربه صح يعني ندي التجربه حقها. ممكن يكون ان احنا جربنا بس استعجلنا نتائج، دي من الحاجه اللي انا هتكلم عليها قدام. ففكره ان احنا عندنا سبيشال كيس واجايل مش هينفع معانا، انا بشوفها غلط في 99% من الكيسز. ممكن تبقى في كيس واحده بس انا بسمع الكلام ده كتير جدا، يقولوا لي لا لا اجايل مش هينفع معانا، في حين ان كانت المشكله في التجربه مش في الكيس. تاني بقى مشكله، الناس يا عيني عارفه ان اجايل بقى ستاندرد، فيقوموا يقولوا حاجه تانية، يقول لك احنا مش مناسبين للاجايل. طب يعني شايفين نفسكم ليه ما انتوش زي بقيه الناس السوفت وير او البرودكت كومبانيز او ستارت ابس او whatever؟ ايه اللي ناقصكم عشان تبقوا زيهم؟ ايه اللي ناقصكم عشان تعرفوا تطبقوا؟ فهتلاقي ان برضو هي حاجات بنتعلمها وحاجات بنحلها، مش معضله يعني. المشكله كمان الثانيه غير كده، ان احنا خلاص الناس ساعات بتيأس ان تقول هي دي طريقتنا وهي دي مشاكلنا ومش هنعرف نحلها، مش هنعرف نتطور، ودي مشكله كبيره جدا. ان احنا نقول ان دي مشاكلنا ومش هنتطور، بنخسر opportunity ان احنا نتعلم، بنخسر opportunity ان احنا نطور طريقتنا، بنخسر opportunity ان احنا نتست ننفست في الناس اللي معانا. دول الحاجتين انا بتكلم عليهم بعد كده. اجايل لما تيجي تطبقه فبيوري لك مشاكلك الحقيقيه، فلو انت غميت عينك عنها مش هتحلها، هتفضل المشكله موجوده، سواء هي مشكله capacity، سواء هي مشكلة team skills، سواء هي مشكلة team structure، سواء هي مشكلة requirements، حاجات كتير قوي. لما بنحطها into structure بتاع الأجايل اللي هو flexible وفي نفس الوقت في حاجة structure، بيبان لك ان انت في مشكلة في الحتة دي، فما تغميش عينك عنها وتقول اصل انا فشلت في الأجايل، لا حل مشكلتك هتلاقي الدنيا بتمشي. اخر حاجة ان احنا زي ما بقول الاجايل بقى منتشر جدا في شركات كتير، خصوصا بره مصر وجوه مصر كمان، ناس كتير بتطلبه. فالتيم ممبرز اللي معانا والتيم نفسه بيبقى حاسس ان هو في حاجه الناس عايزاها ومش عارفها، والحاجه دي مهمه لان دي الطريقه او العقد اللي احنا بنتعامل بيه مع بقيه التيم بتاعنا. فانا ببقى عايزه اجيب حد يعرف يتعامل مع التيم ويعرف يشتغل بالطريقه بتاعتي، فطبعا لو عنده اكسبيرينس فيها الدنيا بتبقى كويسة جدا، وبيبقى الموضوع الشخص اللي جاي في الشركة ده قادر ان هو يكولابوريت مع التيم ويكمبيت مع الناس بشكل كويس. فدي اللي انا بشوفه، الناس لما بتجرب حاجة وما تاخدش النتيجة اللي هي عايزاها منها بسرعة، فبيبدأ ان هو يقع في الاسامبشنز دي، او يبدا ان هو يقع في المشاكل دي، ويبدا يخسر فكره ان هو يتعلم ويتطور ويحط نفسه مع بقيه الناس اللي قادره فعلا تستفيد من الاجايل. فالموضوع مش مجرد ان انت بتطبق ولا بتطبقش، لا انت بتطبق عشان سبب، فانت بتخسر السبب اللي انت بتطبق علشانه ده. فعشان كده احنا محتاجين ان احنا نشوف طب ازاي ما نفشلش، او ازاي حتى لو عندنا تجربه حكمنا عليها بالفشل نقدر نتعلم منها ونطبق تاني ونشوف مشاكلها ايه. تمام، حد شايف حاجه تانية مشكله بتحصل لما الناس بتحاول تطبق حاجه وتقول لك لا خلاص هنوقفها؟ ممكن تكتبوا لي في الشات.
طيب هكمل وهتشوفوا يعني الكلام هيجيب بعضه في بقية السيشن. طب تعالوا نشوف ايه اللي الناس بتقوله. اول غلطة، وهي مش غلطة، هي مايند سيت احنا بنحب نعملها، خصوصا يعني بحسها فينا كمصريين اكتر، الاجايل بتاعنا يعني حاجة كده بتاعتنا بالبلدي كده. طيب ده ايه مشكلته بقى؟ تعال نشوف ده ايه مشاكله. ان هو يبقى حاجة مش ستاندرد، مش بنطبق الستاندرد، بنطبق نسمعها بقى روح الاجايل، الاجايل بتاعنا حاجة على قدنا، حاجة بلدي، الكلام اللي احنا بنسمعه ده وبناخده كتريقة يعني، بس الحقيقي هو بيعمل مشاكل. اول مشكلة ان الناس بتاخده على خفيف كده، يعني مش بنتعلم ونذاكر، فهو حاجة من على الوش كده اخدناها شوية سوري يعني فهلوة وبنطبقها كده وخلاص. فده بالنسبة لنا بيخلينا ان احنا ما عملناش الحاجة صح، يعني هو مش اخدنا الحاجة الصح وحاولنا حتى نعملها كاستمايزيشن عندنا، لا ده احنا اخدنا حاجة من على الوش كده وسميناها اجايل، نقوم نعمل الستاند اب وخلاص. طب هو الستاند اب ده بيتعمل ليه؟ طب بيتعمل ازاي؟ لا واحنا بنعمل بنقف كده مع بعض او بنعمل ميتنج كل يوم الصبح وخلاص. فدي اول مشكلة، ان انت هو ده يعني ساعات مش بيبقى اجايل اصلا. تاني مشكلة ان احنا زي ما كنت بقول نعمل الموست بوبيولار براكتسز. والله انا سمعت ان واحد صاحبي في شركة تانية بيعملوا ستاند اب، والستاند اب ده حاجة عظيمة، فانا كمان هعمل ستاند اب في الشركة عندي والتيم بتاعي وان شاء الله ربنا يكرمنا. حقيقي مش دي من الحاجات اللي بلاقي فيها مشاكل كتير قوي. زي ايه؟ زي مثلا ان انا الستاند اب هدفه ان تيم شغال على نفس البروجكت في نفس السبرنت في سكرام يتكلموا مع بعض عشان يعملوا ري بلاننج. طيب لو انا التيم بتاعي ده جايب تيم شغال في بروجكتس مختلفة، هم اصلا مش مهتمين ان هم يسمعوا الابديتس اللي التاني بيقولها، انا قاعدهم كل يوم مع بعض يسمعوا اي حاجه هم مش مهتمين بيها اصلا، فدي مثلا حاجه كبيره. اقول لك اصل احنا عملنا ستاند اب وما ينفعش معانا. ايوه انت عملته غلط، عملته في غير محله، مش هينفع معاك، هو مش ديزايند كده اصلا. نفس الكلام بقى، اصل احنا بنعمل سبرنت والسبرنت مظلومه عليها علامه استفهام كبيره ان هي سبرنت يعني سكوب. لا يا جماعه السبرنت يعني وقت. اقول لك احنا بنعمل سبرنتات بس مره بنعملها اسبوعين ومره بنعملها شهر. ما سبرنت يعني وقت، ما هي اسبوعين يا اما شهر هتكمل عليهم طول البروجكت وهكذا. يعني بنعمل الحاجات كده بالاسم وبنعملها بشكل مش مظبوط كمان. طيب ايه كمان نقول؟ ايه اجايل مايند سيت، وهذه ستيتمنت حقيقيه جدا ان الاجايل فعلا هي المايند سيت اللي احنا بنقدر نشوف سوري كده السكرين واضحة صح؟ يا باشمهندس كده واضحة الكاميرا والسكرين؟ اوكي كده الكاميرا تمام مفيش مشكلة. دي واحدة. ففكرة ان احنا بنقول agile is a mindset واحنا يعني مش فاهمين المايندسيت ولا فاهمين علاقة المايندسيت بالشغل بتاعنا او بالبراكتسز اللي احنا بنعملها، ده بيخلينا نعمل اللي على هوانا ونقول اصل هو اجايل از مايند سيت. فلا، هي الاجايل مايند سيت دي ليها شويه مبادئ زي ما احنا عارفين في الاجايل مانيفستو، في الاجايل ستاندردز، وحتى سكرام وكل البرنسبلز واللين والكلام ده كله بيطبق المبادئ بتاعه الاجايل. فاحنا بقى اللي بشوفه ان احنا بنابيوز الكلمه دي ونعمل اللي على مزاجنا ونقول ما هي اجايل از مايند سيت، فده برضو بتخليك ان انت بتطبق حاجه نص ونص كده على مزاجك، فما بتاخدش برضو منها فاليو. وحقيقي احنا بقى عندنا كهيومن بينجز يعني عامه، خلينا نعترف بحاجه دلوقتي، المشاكل اللي موجوده والكرنت بروسيس والكرنت سيستم اللي موجود في شغلنا ده نتاج طريقه تفكيرنا وخبراتنا والمايند سيت بتاعتنا في ساعتها. تمام، لو احنا ما غيرناش طريقه تفكيرنا وتعلمنا حاجات جديده واخدنا خبرات جديده وما غيرناش المايند سيت بتاعتنا وحاولنا نطوع كلمه اجايل از مايند سيت ان احنا نعمل ورك اراوندز في اللي احنا بنعمله وكملنا على نفس طريقتنا زي ما هي، طب ما هي مفيش حاجه هتتغير، لا المشاكل هتتحل
ولا طريقه هتتغير، لان احنا نفسنا ما اتغيرناش. ما احنا البني ادمين احنا اللي بنقوم الشغل والبروسس. فلو احنا ما اتعلمناش حاجه جديده وما صلحناش اخطائنا وما اتغيرناش في البيهيفير بتاعنا والمايند سيت بتاعتنا، مشاكلنا مش هتتغير. فهي الموضوع مش موضوع ان احنا نطبق اجايل عشان موضه او كده، لا، هي الفكره ان ده بيحل مشاكل، فانت محتاج تتبعه علشان تبدا تحل المشاكل دي. لو انت فضلت زي ما انت، ما هو انت الـ يعني الستيت دي هتفضل فيها. طيب دي بقى حاجه من اللي برضو اديت عين تعاها، ان احنا نعمل البراكتس بشكل غلط. بنعمل البراكتس بشكل غلط عشان الاسباب اللي فوق، عشان ما اتعلمناهاش صح، مش ستيكينج تو ذا ستاندرد. يعني بشوف كتير جدا ما في اماكن كتير، شركات كتير، وللاسف احيانا مع سكرام ماسترز كتير، هم مش ستيكينج تو ذا ستاندرد وما بيحاولوش يعملوا ده، ومش ممكن ما نعرفش الستاندرد اصلا. طب الستاندرد ده معمول كستاندرد كده لسبب ما، الناس دي عملت ديزاين بعد تجارب وحاجات وغيرتها والكلام ده كله. و لو تسمعوا عن كونسبت الشو هاري، ان انا ببدا في الاول وانا ما عنديش اكسبيرينس في الموضوع اتبع الستاندرد، وبعدين ابدا ان انا اقيم الستاندرد، وبعدين ابدا ان انا ممكن اغيره او اختار واقيم واشوف الستاندرد وبعدين ابدا اغير. فانت في المرحله الاولى انت لازم تتبع عمياني، بعد كده تبدا تشوف ممكن تعمل ايه لحد ما تكستمايز تعمل حاجه جديده بتاعتك وهكذا. فالناس اللي بتحط الستاندردز والناس اللي بتطور في البراكتسز والناس اللي بتطلع براكتسز دي، ناس بقالها 30 سنه من عمرها شغاله في الفيلد ده وبتطور فيه. فمش هينفع تيجي في شهرين تقول لا البراكتس ده مش نافعني انا هعمل حاجه تانية على قدي. ده بيبقى اللي زي ما كنت بقول، انا بحاول اعمل ورك اراوند بالمايند سيت بتاعتي بالسكيلز بتاعتي اللي هي موجوده دلوقتي، اللي هي مش هتوديني في حته جديده لانها ما اتغيرتش. فلما بنعمل البراكتس بطريقه غلط، اشهرهم الستاند اب المظلوم، يا اما بيتعمل طويل قوي يا اما بيتعمل ومش بيتعمل معاه بلاننج. فانت الستاند اب هدفه ان انا اري بلان وابديت البلان عشان التيم يبقى حاطط بلان وماشي عليها جوه السبرنت فيعرف يحققها، عشان لو حصل فيها ابديتس وشفنا مين متاخر وهكذا. طيب لو انا مفيش بلان اصلا، فانا ما عملتش قبلي بلاننج والناس داخله مش عارفه تتكلم على ايه، فالستاند اب بيبقى يعني بيبقى تايه، يعني بيبقى كايوس، ما بيبقاش فيه حاجه نقدر الناس تتكلم عليها. لو انا حاطط الرونج اتنديز في الستاند اب ده، جايب ناس كتير ما لهمش دعوه يعني ما لهمش انترست ان هم يسمعوا اللي بيتقال. لو انا مثلا بتكلم بطول جدا فالناس بتتوه مني، فالكلام بقى الحقيقي اللي المفروض يتقال ويتسمع بيتوه وسط الكلام الكتير اللي ملوش لازمه، فالدنيا فما بيتسمعش، ما بناخدش بالنا ان في مشكله هنا. كل الحاجات دي بتاثر على ان احنا ما استفدناش من البراكتس. اخر حاجه او يعني حاجه تانية، ان احنا نختار براكتس مش نافع في السيتويشن بتاعنا. احنا مثلا ناس كتير بتشتغل سكرام، فقلنا طب هنشتغل زيهم سكرام، بس احنا مش قادرين نثبت الريكويرمنتس بتاعتنا حتى لمده اسبوع. فطب ما هو سكرام انت محتاج سبرنت، وسبرنت ليها سكوب واضح على الاقل لمده اسبوع. لو مش قادر تعمل ده مش هتعرف ان انت تشتغل، يعني سكرام مش هينفع معاك. الحاجات دي كلها في جزء منها بيعتمد على الناس اللي بتطبق نفسها، وفي جزء منها بيعتمد على الناس اللي عندها خبرة أو الناس اللي عندها علم إن هي تساعد في التطبيق. يعني أنت لازم تبقى أنت ويلنج إن أنت تسمع وتطبق وتفهم الأجايل مايند سيت وما تعملهاش أبيوز، وفي نفس الوقت وجود حد عنده خبرة معاك بيساعدك بقى إن أنت تختار البراكتس الصح، وبيساعدك إن أنت تتعامل البراكتس بشكل مظبوط وتتطور فيها على طول. برضو نفس الكلام، ان احنا ممكن نكون بنعمل اجزاء من البراكتس، يعني نعمل سكرام بس من غير ريتروسبكتيف. طب ما انت مش هتتطور، انت مشاكلك مش هتحلها، هتبدا ماشي كده بس، يعني مقسم شغلك كده اسبوعين 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 بس ما بتتطورش وهكذا. يعني حاجات كتير الناس بتعملها بتخلي ان هم في الاخر ما استفادوش من اللي بيتعمل. اخر حاجه برضو دي مهمه قوي، ان احنا مش عايزين كوميت، اللي هو سبرنت بلاننج ده ميتنج طويل قوي مش هنعمله. طب ما يا جماعه هو طويل وحقيقي طويل ومرهق، ان انت تقعد تخطط لاسبوعين دي عمليه طويله ومرهقه، بس ليها فايده وليها لازمه، بتخليك تتفادى ما
مشاكل كتير بتحصل في النص، ان احنا مش عارفين الشغل ده هيخلص ازاي، او مش عارفين مين هيسلم مين، او مش عارفين الديبندنسيز، او مش عارفين احنا ازاي نخلص في خلال اسبوعين، فنلاقي الاسبوعين طاروا مننا. فلا نكمت عليها، نيجي على نفسنا، لو هي فيها مشكله نحسنها، مش نتفاداها، مش نسيبها. يعني ما الاقيش ان مثلا سبرنت بلانك بيطول مني قوي عشان انا مثلا ما شرحتش الحاجه قبل كده، فبنشرح ونعمل بلاننج ونقعد بقى يوم ولا يومين بنعمل في القصه دي. طب ما دي طريقه غلط، يبقى احنا لازم نقسم الشرح عن البلاننج. وده عاده يعني الجرومينج يعني بنعمله مثلا قبلها بثلاث ايام، قبلها باسبوع، على حسب حجم الفيتشر وتعقيداتها. وده بيشتغل مع ناس كتير قوي. فمش معنى ان احنا بدانا عملنا البراكتس بشكل مش مظبوط ان احنا نبطل البراكتس، لا، احنا نشوف ازاي نعمله مظبوط ونقدر ان احنا نشتغل بعد كده. فدي الحاجات اللي انا بسمعها كتير قوي من الناس اللي بتقولك احنا بنعمل اجايل بالبلدي، الاجايل بتاعنا، القصه دي. والحقيقه دول اشهر حاجه، عشان كده انا بدات بيهم. يعني دي اول مرحله كده، ان احنا بنحاول نشتغل اجايل، او عايزين يبقى اسمنا شغال اجايل بس احنا حقيقيا مش شغالين اجايل، فنقوم نعمل شويه الحاجات دي. فيا اما نوصل لاحباط ان احنا لا شغالين، لا اسمنا شغالين اجايل، ولا اسمنا مش شغالين اجايل، ومشاكلنا هي ما تتحلش. يا اما نوصل للاحباطات اللي انا قلت عليها قبل كده، بقى الاجايل ما ينفعش معانا. طب يا ابني وانت جربته عشان ينفع ولا ما ينفعش؟ انت عملت حاجه تانية اصلا، او لا اصل احنا مش نافعين في الاجايل. طب ما احنا ما حاولناش نتعلمه عشان نشوف احنا نافعين ولا لا، وهكذا. دول الاشهر. قولوا لي لو انتوا جربتوا حاجه تانية، قولوا لي لو انتوا جربتوا، لو انتوا شايفين الليست دي فيها حاجه ممكن تزيد، قولوا لي اي ثوتس على الحته دي، لان الحته دي مهمه قوي. او لو في اي اسئله في الجزئيه دي. هسيبكم دقيقة كده تفكروا، وبعدين ممكن أنقل على النقطة اللي بعدها. طيب ننقل على النقطة اللي بعدها، ان احنا بدأنا الحمد لله. لو انت فلت من الحبة اللي فوق دول، تعلمت وقررت ان تعمل حاجة صح، وقررت تختار الحاجة الصح، وقررت تتعلم، فانت بادئ بجد بقى كده on a solid ground. تاني مشكلة بتحصل ان احنا بيبقى عندنا wrong expectations، بيبقى عندنا توقعات مختلفة، فبنيجي نحبط برضو في النص. اول حاجه بنبقى فاكرين ان اجايل هيحل كل مشاكلنا. يعني مثلا اديكم مثال، انا دلوقتي عندي تيم مثلا ما فيهوش تيستينج، او تيم مثلا في 4 باك اند وواحد فرونت اند، والشغل ما بين الفرونت اند والباك اند متساوي. فدايما بنطلع بان الشغل خلص باك اند، بس الفرونت اند لسه عايز يلحقنا عشان كاباسيتي قليله. مفيش حاجه هتحل لك ده، مفيش بروسيس ولا اجايل ولا غيره هيحل لك ده. فالاجايل مش هيحل كل المشاكل، هو هيبينها لك، لان هنيجي في سبرنت كده اخر كل سبرنت نلاقي ان الشغل باك اند خلص والشغل فرونت اند لسه فاضل. هنيجي في البلاننج نلاقي ان احنا مش عارفين نسحب شغل زياده عشان الراجل بتاع الفرونت اند الكاباسيتي بتاعته خلصت. فهيبين لك المشكله دي من اول سبرنت، من اول اسبوع في الشغل. نمسك الشغل كده نقسمه، نلاقي ان ايه ده الشغل هنا ده محتاج 100 ساعه، وده محتاج 200 ساعة، وما عنديش حد يفولفل، ما عنديش التيم مش كفاية. فهتلاقي ان انت من الاول خالص عارف، ودي ميزة الاجايل، هو بيعرفك من الاول. في الحالات العادية هتلاقي الناس، انت روح اشتغل ربنا معاك، وانت روح اشتغل ربنا معاك، ونكتشف ده لما نتأخر خالص في الاخر، نلاقي ان كل البروجكت الباك اند بتاعه خلص، ولسه ربع الفرونت اند او نص الفرونت اند يا دوب خلص. ولما نيجي انتجريت بقى تطلع مشاكل زيادة، وبيبقى بقى الموضوع بنكتشفه في الاخر. انما لما نيجي نشتغل اجايل هنكتشفه مع اول مره، ان انا واخده حته صغيره كده هعملها في سبرنت، ولقيت ان انا اكتشفت مشكله الكاباسيتي دي.
هبيبقى السؤال هنا مجرد السؤال هنا ان هو يا جماعه هل كل الشغل شبه كده؟ فدي مشكله سبرنت واحده ولا دي مشكله كل سبرنتات؟ عاده الناس بيبقى عندها اجابه فنبقى عارفين القصه من الاول. الميزه هنا ان انت تقدر تحل المشكله بسرعه وتقدر تتصرف فيها بسرعه، انما الاجايل نفسه مش هيحل لك المشكله، هتفضل عندك مشكله كاباسيتي. نفس الكلام ان انت ممكن يفضل عندك يبقى عندك مشكله كواليفيكيشن، شغالين بتكنولوجي ما احناش عارفين عنها كويس، فدايما بيطلع لنا باجز ودايما بيطلع لنا مشاكل، ودايما الحاجه اللي بنقول هتاخد مننا اسبوع بتاخد مننا 3 اسابيع. برضو يعني الاجايل مش هيحل لك ده غير لما تعرف التكنولوجي بتاعتك. ممكن بقى نبدا نحط ده انتو ابلان ذات فولفيلز الاجايل، يعني هنقول والله احنا في كل سبرنت هنسيب بفر مثلا كذا، ومتوقعين ان مع 3 سبرنت كل شويه البفر ده هيقل. يعني انا بقول مثلا ان انا لو انا المفروض اخد 3 فيتشرز في السبرنت هاخد واحده بس في اول سبرنتين عشان الناس لسه تتعلم، وبعدين بعد كده السبرنتات القادمه هناخد فيتشرز اكتر. بس في الاخر برضو احنا نقدر نرتب الكلام بشكل احسن او البلان بشكل احسن لما نبقى نشتغل اجايل، نقدر نكتشف مشاكلنا بدري، لان انت طبعا مع اول سبرنت هتكتشف ان انت عندك مشكله في التكنولوجي ومش عارف حاجه، طبعا ده لو انت بتعمل الريتروز بشكل صح يعني. بس اصل المشكله اللي هيحلها الناس نفسها. لو احنا ما عندناش اي مشاكل من دول، او يعني عندنا مشاكل بس هي بتشتغل على حلها، احنا ممكن نكون بنكسبكت ان احنا من اول سبرنت الدنيا تبقى وردي وهنخلص كل اللي عملنا له بلاننج ومش هنطول في الستاند اب، مش هيحصل لنا مشاكل، وده مش حقيقي. خلي بالك احنا عندنا حاجتين. اولا احنا كنا بنقول احنا عندنا مشاكل، والمشاكل دي عاده بتاخد وقت في حلها، مفيش مشاكل بتتحل كده بسرعه. تاني حاجه الاجايل نفسه هو تغيير، فالتغيير ده في الاول بيلخبط الناس شويه، انت بتغير بيهيفير، بتغير طريقه شغل، بتغير ترتيب الشغل، بتغير الوقت اللي الناس بتشتغل فيه مع بعض، بدل ما انا كنت بسلم الحاجه كلها في الاخر، لا ده انا هسلم للتستنج اول باول والقصه دي كلها. فطبيعي ان يحصل فيه شويه لخبطه على ما الناس تتعود وتقدر ان انت تاخد نتائج التغيير ده. فلو انت توقعت نتائج سريعه وتوقعت ان الدنيا تظبط من اول مره، ولو ما ظبطتش بتحبط وتلاقي نفسك بتسيب الموضوع ان احنا نابلاي اجايل ده ونسقط حاجات بقى، ده هيخليك تجرب ربع تجربه وتقول لا هي فاشله وتمشي، وده مش صح. انا بشوف ان انت محتاج تدي التجربه على الاقل 2 شهر، ولو انت شغال سكرام بنتكلم في 3 سبرنتات. سبرنت نبوظها خالص نلخبط فيها الدنيا مش مشكله، سبرنت نبدا نفهم كده هو ايه اللي بيحصل حوالينا، وسبرنت ثالثه نكون بقى بدانا نستابلايز الدنيا وتعلمنا الكلام ده، يعني بس كيس يعني. حاجات كتير برضو احنا بنحتاج نعملها وما بنعرفش عارفين نعملها صح في الاول. يعني نقدر نقول مثلا اذا حاجه زي الميتنجز، سبرنت بلاننج ميتنج، احنا قعدنا ودايما بيحصل معايا مع كل التيمز، واشطر التيمز اللي بتبدا برضو بتبقى تعمل نفس الغلط. قعدنا وشرحنا، عملنا جرومينج وشرحنا الفيتشرز والدنيا تمام تمام يا جماعه، في اي اسئله؟ لا ما فيش. تيجي ساعه البلاننج لما نكسر الشغل حقيقي بقى، تطلع سيناريوز رهيبه واسئله فظيعه تخلينا ايه نقعد كاننا عدنا الجرومينج تاني من الاول. فالناس بتاخد وقت على ما تبقى عندها السنس اوف هو انا هسال ايه دلوقتي، هو انا هي كده انا فاهمها، بس هو انا هعرف انفذها ولا لا. فمع الوقت الناس بتبقى عارفه هي هتسال ايه امتى، وعارفه ان الجرومينج ده هو لازم يبقى دماغه في التنفيذ، ولازم ان هو يبدا ان هو يشوف ازاي هينفذ، فيبدا يطلع الاسئله بتاعه التنفيذ. ودي حاجه بتاخد وقت طويل، من الحاجات اللي بتاخد وقت طويل جدا والناس تقعد تقول لي لا ما تنفعش ولا تعالوا هنشوف ازاي تنفع. سلايسنج دايما يجوا في الاول دي فيتشر كبيره كده لا ما ينفعش تتكسر، يا جماعه احنا لازم نكسرها علشان نقدر نعملها اول باول، نتستها اول باول، نطلع جزء منها في السبرنت لا ما ينفعش، وبعدين بعد ما نطلعها يقولوا والله لا ما هي كان ممكن تتكسر لحاجتين ثلاثه. لسن ليرن ده حاجه كويسه، انت لو بتكسبكت ان انت هتعرف تكسر من الاول مش هتعمل ده. فلا طب تعالوا ايه نكسرها كان ممكن نكسرها اللي وراه. في تيمز لحد ما بتقدر تقول ان انت ماسترد السكيلز بتاعه السلايسنج بتحتاج سنه، لحد ما نقول ايه ده طب ما احنا كان ممكن يعني اللي هو ايه تبطل تقول في الريترو وانا كان ممكن اكسرها وانا دبست نفسي كده ليه. السكيل دي صعبه مش سهله، وانا نفسي يعني من غير مساعده الناس اللي فاهمه في الشغل وفاهمه في البيزنس وفاهمه في الكود
ما بعرفش اعملها، ما بقترح عليهم سلايسنج غير منطقي لان انا بره ايدي بره الشغل، فلازم هم اللي يعملوه. دورنا ان احنا بنساعد الناس ان هي تفهم السلايسنج ونساعدهم انهم يتعلموا، وساعات التعليم بيبقى في الريترو، اه لا دي كان ممكن فعلا تتكسر، ايه ده احنا لما اتزنقنا ما احنا كسرناها، طب ما كسرناهاش ليه من الاول؟ فهي رحله تعليم، فخلينا نفسنا طويل في الرحله دي. ده المثال اللي على كنت بقوله، ان احنا محتاجين نسيب مساحه للتيم ان هم يتعلموا ويطبقوا حاجات جديده، زي موضوع السلايسنج بتاع الفيتشرز، ده موضوع كريتيكال جدا جدا جدا، زي موضوع ان احنا نكوميونيكيت مع بعض، زي موضوع ان احنا نحط شغلنا على جيرا بشكل اول باول، او وات ايفر التول اللي احنا هنستخدمها، يعني ايجر او وات ايفر. فالناس بتاخد وقت على ما تتعود على السكيلز الجديده، فلو انت متوقع ان الناس فجاه هتقول لهم يا جماعه سلايسوا الشغل، وفجاه لقوا نفسهم بيعملوا سلايسنج شاطرين جدا فيه، ده مش منطقي يعني. دي بقى حته جميله قوي، ساعات كتير بيبقى في حد شايف مشكله ما عند تيم تاني، انا ديفلوبر وشايف المشكله عند البيزنس، او انا بيزنس شايف المشكله عند الديفلوبرز، فيقول لك احنا هنشتغل اجايل عشان نحل المشكله دي، وفاكر ان التيم التاني هو اللي هيحل مشكلته بالاجايل وهو طريقه شغله مش هتتاثر. فبيتفاجئ بقى ان احنا كلنا طريقه شغلنا بتتاثر، ان هو ممكن يكون كان جزء من المشكله وهو مش شايف، ان هو ممكن يكون ان هو محتاج يغير طريقه شغله عشان تعدت الاجايل حتى لو ما كانش جزء من المشكله. فبيبدا يحس ان هو ايه ده، لا انا كنت عايز اشتغل اجايل عشان هم يحلوا مشكلتهم مش انا، واللي هو ما كانش واخد باله منه ان الاجايل ما فيهوش هم واحنا، هم وانا والكلام ده، هو في احنا كلنا على بعض نشوف مين يقدر يعمل ايه عشان نحل المشكله دي ونبروسيد as one unit as a team. دي نقطه تانية برضو بقى مهمه قوي وكريتيكال جدا، ان احنا بنبقى فاكرين ان احنا هنعمل ستاند اب ونتقابل كل يوم الصبح كده نقول كلمتين وخلاص، يعني هي براكتس كده وهتتغير شويه ميتنجز هنعملها وخلاص. بيتفاجئوا برضو ان هم بيلاقوا ان احنا محتاجين نغير البيهيفير بتاعنا، محتاجين نغير طريقه شغلنا، محتاجين نغير الكوميونيكيشن ستايل بتاعنا. يعني انا محتاجه كوميونيكيت مثلا في الستاند اب، انا محتاجه اقول انا واصل في الفيتشر دي للستيت الفلانيه انا كديفلوبر مثلا، من غير ما اقعد اتكلم في تكنيكال سكيلز كتيره. انا محتاجه اقول والله يا جماعه انا الفيتشر دي فيها 1 2 3 4 انا حليت 2 وفاضل 1 او 3 و4 لسه عندي فيهم مشكله، او انا متاخر فيهم، او انا ماشي اون بلان او وات ايفر. فده كوميونيكيشن ستايل بيتغير، الناس ما بتبقاش متوقعه ده فبتخاف منه، يقول لك لا انا ما بفهمش الكلام ده، ما بعرفش اقوله، انا مش عايز اعمل اوت ميتينجز كتير، ده الميتينجز بتطول، انا موضوع السلايسنج يقول لك لا انا بحب اخدها على بعضها. بعض الناس بتبقى عايزه تشتغل على حاجات معينه بس مش هي الاولويه، احنا ما عندناش الكلام ده، انت تشتغل على الاولويه، كلنا هنشتغل على الاولويه نخلصها الاول وبعدين نشوف الحاجات الاقل اولويه. انت بقى عجبك التاسك دي مش عجبك التاسك دي، دي مش من ضمن المايند سيت، احنا المايند سيت بتاعنا از كاستمر فوكست وبنشتغل على الاهم فالمهم من وجهه نظر الكاستمر. مثلا الناس تلاقي نفسها ان هي تيسترز مثلا محتاجين ان هم يتستوا حته حته حتى لو ممكن يعيدوا جزء من الشغل في الاخر، فده بيضايقهم، بس في الاخر ده بيخلينا ان احنا نسلم اسرع. فانت محتاج ان انت حتى لو هتخسر حته في الاخر بس تقدر ان انت تمشي السايكل بتاعت التسليم كلها اسرع، هنعمل ده فكره اوبتمايز ذا هول اللي موجوده في اللين برينسيبلز. فدي حته مهمه قوي الناس برضو بتتفاجئ فيها، ان هو تبقى فاكره ان هي شويه براكتس كده واحنا شغالين زي ما احنا، لا احنا مش هنشتغل زي ما احنا، كل حاجه هتتغير، هتتغير الأحسن، هنتعلم حاجات جديدة، هنشوف إزاي نحل المشاكل، بس لازم نبقى متوقعين التغيير. طيب حد عنده سؤال أو حد عنده تعليق أو حد حابب يزود حاجة في الليستة دي؟ باشمهندسة منى، أنت شايفة الكومنتس كويس صح كده؟ يعني لا. شايفة أنا ثانية فين الكومنتس؟ لا أنا الشات عندي، بس حضرتك وضحت لي لا أنا مش طالع عندي حاجة، فمعلش
طيب اوكي، انا هبعت لك الاسئله لو اللي جت تبعتهولي. يا ريت. يعني في كومنتس كانت بتكمل الكلام بتتفق مع حضرتك، بس انا هبعت لك الاسئله اللي كانت محتاجه انسرز. تمام، مفيش مشكله. طب موضوع الرود ماب ده هنخليه للاخر، لان ده بره السكوب بتاع السيشن. يعني هو مش بيتكلم، ده مش غلطه، ده احنا هنشرح حته، فممكن نخليه للاخر. في اي اسئله تانيه؟ الريزيستنس خلينا، طيب برضو هنتكلم على ده ازاي واحنا ماشيين. هي الفكره في الريزيستنس ان الناس تبقى هي عايزه تطبق ده، وده بيجي بأشكال مختلفة. يا إما هو شايف إن هو هيتعلم حاجة وده ليه فيها مصلحة، زي ما بقول أجايل إز ماركت ستاندرد، لو متعلمتوش مش هتعرف تروح مكان كويس كبير أو مكان بيحاول يطبق الكلام ده، مش هتعرف تبقى مرتاح في شغلك. فلو أنت على طول ريزيستنت، في نقطة مهمة بس عشان الناس بتكون يعني بتبص على الموضوع بشكل من ناحية واحدة، نقدر نقول مهم قوي ان احنا نسمع للناس اللي بتريزست، نسمع هما بيريزستوا ليه. ساعات بيبقى عندهم valid points، ان في حاجات يعني هو مش بيريزست الاجايل، بس هو شايف ان في مشاكل تانية، زي ما بنكون اللي هو ايه، هو شايف ان انتوا يا جماعة انتوا جايين تعملوا meetings ومش عارف ايه، واحنا اصلا مشكلتنا الاساسية capacity. انا ما هو انا لاحق اشتغل، زي مثلا الكيس بتاعت ان احنا عندنا مثلا كاباسيتي قليله في الفرونت اند، فيجي الراجل بتاع الفرونت اند يقول لك وانا لاحق اشتغل عشان كمان تزودوا لي ميتنجز. فهو عنده حق، فلازم تسمع. وهي كوميونيكيشن من انت تقول له هو ده هيفيده في ايه، وكوميونيكيشن انت تسمع منه هو ايه مشكلته. في بعض الكيسز بنوصل لديد اند، لا انا مش عايز اعمل ده، مش عايز اتعلم حاجه جديده ومش عايز اتطور. يعني ما بيقولهاش طبعا كده، بس بتلاقي ان هو ايه، انا محتاج مرتاح في طريقه شغلي ومش عايز حاجه جديده. فطب احنا كشركه قررنا ان احنا نطبق حاجه جديده وعايزين نمشي فيها، فانت بقى ليك الاختيار يعني. بس هي موضوع يعني مش دايما بيبقى اختياري للتيم ممبرز، انما معظم الناس قليل قوي لما بنوصل مع حد كده. معظم الناس اما بيبقى عندهم valid concerns فانت محتاج تسمعها وتحلها، يا اما بيبقى مش شايف مصلحه ليه في حاجه زي كده، فانت محتاج توضح له هو ليه ده مصلحه الشغل وليه ده مصلحته هو شخصيا. يا إما بيبقى عنده مشاكل تانية بره البروسس الشغل أصلا، زي مثلا هو frustrated من السالري بتاعه مثلا، فبيرزيست أي حاجة وخلاص، هو أصلا مش طايق نفسه يعني. كل ده بيأثر يعني. طيب تغيير التيم بشكل مستمر، تغيير التيم يعني الناس بتمشي بتسيب الشركة وتيجي تاني، ولا هي نفس الناس في نفس الشركة بتتغير، بنغير البروجكتس؟ يعني لو هي نفس الناس في نفس الشركه وبنغير البروجكتس، نحاول نثبتهم على قد ما نقدر لحد ما بتوصل لمرحله ان كل الناس، لو التيم صغير طبعا يعني 20 واحد او حاجه، كل الناس متعوده على طريقه الشغل دي، فتقدر تغير بسهوله. انما لو الناس بتروح خالص، بتمشي وتسيب الشركه ونجيب ناس تانيين جداد، دي مشكله تانيه بره نطاق الاجايل. طب ما هنعمل لك ايه؟ ما يعني في مشكله تيرن اوفر هنا، يعني لازم تحلها، تشوف الناس دي بتمشي ليه ونجيب ناس جديده ليه. ما انت كمان بتنفست كتير في الهايرنج، انفست كتير في ان الناس تتعلم، بغض النظر بقى انت شغال اجايل شغال تراديشنال شغال باي طريقه في الدنيا، انت بتنفست كتير قوي عشان تهاير والناس تدخل وتتعلم وتبقى برودكتيف. بتتكلم في 5 شهور تقريبا على ما تجيب حد وفعلا يوصل لمرحله ان هو يبقى برودكتيف معاك، وبعدين بعدها بشهرين ثلاثه يمشي ويسيبك وما بيلحقش يكتب كود اصلا، يعني اللي هو ديفلوبر يعني. طيب It is very rare that pure waterfall or pure agile would be better choice. أنا ما شفتش في السوفتوير مؤخراً حاجة بتقول إن pure waterfall بقت حاجة مناسبة. إحنا دلوقتي في 2022، الدنيا بتتغير حوالينا بشكل دراماتيك
سريع جدا، او بقى وحروب ومشاكل اقتصاديه ومشاكل في الاسواق، فعمري ما ممكن اتخيل ان ممكن حاجه تتعمل بيور ووتر فول في الحاله اللي احنا فيها دي. بيور اجايل، هي مفيش حاجه اسمها بيور اجايل، هي في حاجه اسمها ان انت بتطبق الحاجات، يعني هو اللي هو ايه، حاجه اسمها ان انت بتطبق الشغل بالطريقه اللي انت بطريقه اجايل، بتطبق الستاندرز والبراكتس. لان خلي بالك السكرام مثلا هو تقدر تلاقيه يعني فريم ورك او سكيلتون لحاجه شغلك. انت ممكن تلاقي نفسك تشتغل سبرنت اسبوع فانت سريع جدا، ممكن تلاقي نفسك تشتغل سبرنت شهر، ده موجود وده موجود. في بعض الاحيان لما بتبقى معاك بروجكتس مع جهات ممكن حكوميه او جهات التغيير فيها تقيل، بيبقى البروجكت من بره ووتر فول يبان ووتر فول ومن جوه اجايل. ده مش احسن حاجه، لان طبعا بيبقى فيه بقى يعني الدنيا كده عشان تركب على بعضها بيبقى فيه شويه يعني هدر وشويه حاجات كده، بس ساعات بيبقى ده احسن حاجه ممكن نوصل لها في السيتويشن ده، وده مقبول. طيب how to apply sprint planning in dynamic projects like machine learning and model training. انت بتقدر ان انت هنا في الحاله دي ممكن يعني ما تبقاش قادر تعمل سكرام اصلا هنا، يعني الكيس دي محتاجه تتقال كيس باي كيس، كيس الماشين ليرنينج والكلام ده. ممكن يكون كامبان اند سابلك لو الدنيا فيري فيري دايناميك، فانت حاجه معتمده على الثانيه فمش هتعمل سبرنت بلان في الكيس دي، ممكن اصلا سكرام ما يبقاش مناسب للكيس دي. بس هتشتغل كامبان، ولما تشتغل كامبان اتعلمه صح واشتغله صح. كامبان فيه ان انت لازم يبقى عندك ورك ان بروجريس ليميت، دي حاجه الناس بتغفلها تماما، بيقولك احنا هنشتغل كامبان كده فيلا نحط شويه حاجات على البورد وربنا يسهل. لا، انت عندك ان انت لازم تشد الحاجات دي، تبقى عارف دايما الفلو ماشي ازاي والحاجات دي هتوصل دان ازاي. دايما ان انت عندك ورك ان بروجريس ليميت، انا مش هشتغل غير على حاجتين ثلاثه بس ان بارل، مش هفتح في مليون حاجه والاقي نفسي ما بقفلش حاجه. فكامبان ليه رولز كتيره. فهنا انا بشوف حلين، يا اما انت تقدر ان انت تقول والله مش هتبقى عارف كل التفاصيل، فانت عارف ان كل ستيب معتمد على الستيب اللي قبلها، بس انت عندك يعني سماحيه بتقول والله انا الريزلت اللي بتطلع لي بتوديني يا يمين يا شمال، فتقدر تبلان، تقدر تبريدكت، فتقدر تعمل سبرنت بلاننج، او هتقول لا انا ما عنديش اي حاجه باينه لي وهشتغل كامبان مش هينفع اشتغل سكرام. How to know that the current applied practices meet agile principles and not failing? تذاكر الستاندرد، ما يعني حتى سكرام جايد موجود، كورسات سكرام موجودة في كل حتة، تعرف ده بيتعمل ازاي وبيتعمل ليه، وتشوف انت ناقصك ايه عشان توصل، وتشوف مشاكلك ايه، وتشوف الحلول الستاندرد للمشاكل دي عاملة ازاي، او تستعين بصديق زي بقى كده. تقدر، ده بيبقى على حسب ظروف البروجكت ازاي تختار، ده بيبقى على حسب ظروف البروجكت نفسه. يعني انا بيبقى عندي البروجكت هو ايه الكلاينت بتاعه، ايه حجم التغييرات اللي فيه، ايه حجم الاستابيليتي بتاعه، هل الريكويرمنتس معتمده على بعض زي الماشين ليرنينج بروجكت ولا لا، ده احنا عندنا فيتشرز وعارفين نقسمها بروجكت ولا سيرفيس والكلام ده كله. اجايل از مينلي فيت فور سوفت، لا خالص. تقصد ايه فيت فور سوفتوير برودكتس يعني مش سيرفيس بيس؟ لا خالص، اجايل اصلا ظهر ايام ما كانش فيه اصلا برودكتس، يعني كانت برودكتس دي حاجه نادره وكان كل كاستمر بيبقى عايز سيستم للمصنع بتاعه والكلام ده. فاللي هي الفكره ان بينفع في السيرفيس بروجكتس وبينفع في البرودكتس. البرودكتس بيبقى تطبيقه فيها اسهل علشان الشخص اللي ماسك البيزنس بيبقى معاك في الشركه فهو كوميتد تو ابلاينج اجايل، غير الكاستمر ما بيبقاش كوميتد، فبيبقى محتاج الشخص اللي بيتعامل مع الكاستمر يقدر يقنعه بطريقه الاجايل، او مش لازم يقنعه ان احنا هنشتغل اجايل، بس يقنعه ان الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها دي والتقسيم وكده ده احسن له، ويظبط بقى معاه الكونتراكت ويظبط معاه البلان والكلام ده كله. يعني محتاجه حد شاطر قوي بيهندل الكلاينت، لان الكلاينت ما بيبقاش فارق معاه نشتغل اجايل ولا لا، انما الناس بتوع البيزنس في البرودكت في جود لينك ما بين البرودكت مانجمنت والاجايل. اصلا في اي برودكت مانجمنت كورس هتلاقي ان الاجايل جزء منها، فالناس تبقى فاهمه يعني ايه اجايل، فاهمه تتعامل معاه، فيبقى التطبيق اسهل، انما بيفيد في كل حاجه يعني. طيب كان
اجايل ابلايد اونلاين. بنشتغل اونلاين، تقصد ان احنا واحنا بنشتغل ريموت؟ بنعمل نفس الحاجات اللي احنا بنشتغل بيها، المهم بس ان انت تقدر ان انت تشتغل على التولز بتاعتك. يعني التولز اللي هي يبقى معاك بقى تول زي مثلا جو تو ويبينار او زوم او وات ايفر تيمز اللي هنشتغل بيها، نقدر نعمل ميتنجز عليها، يبقى الانترنت ستيبل، يبقى عندنا تولز زي جيرا مهمه جدا، الدوكيومنتيشن مهم جدا واحنا بنشتغل اجايل، لان انت يعني مجرد ان انت فاتح ميتنج وبتتكلم كده غير ان انت بتكتب الحاجه قدام الناس عشان تبقى قادره ان هي تتابع معاك، خصوصا ان احنا مش دايما قادرين نبقى فاتحين الفيديو كلنا مع بعض، يعني الكاباسيتي مش بتستحمل. فمهم ان احنا دوكيومنتيشن تولز، انترنت ستابيليتي، كوميتمنت من الناس، والقصه دي كلها. طيب ده سؤال لذيذ قوي، هل نقدر ان احنا لازم نستيك لكل الستاندردز ولا نتويك؟ دي المايند سيت اللي كنت اقول عليها، الاجايل بتاعنا امشي على الستاندردز لحد ما تلاقي الحاجه المناسبه ليك، تقدر تتويك بعد ما تكمل سنتين شغل، تلاقي نفسك بتتويك. انما تتويك في الاول انت كده بترجع لنفس المايند سيت القديمه. hiring a consultant to make sure the practice apply correctly first few times. مش first few times actually، يعني انا بفضل انا ككونسلتنت ببقى الريليشن مع الكاستمر بتاعي لونج تيرم، حتى لو بروح لهم اوقات صغيره، لان احنا بناخد وقت طويل على ما نتعلم سكيل ونطبقها، وكده ولا كده انا مش بعمل حاجه بنفسي، الناس هي اللي بتعمل، فالناس لازم تاخد وقتها ان هي تتعلم وتعمل. فكل ما يبقى معاك وقت الكونسلتنت وقت اطول، حتى لو بنشتغل على حاجه واحده وسكيل واحده وطريقه واحده، ده بيديك حاجه ثابته في شغلك عن ان حد يجي يقعد معاك شويه وبعدين انت ما تكون تيم مش لاحق يدايجست اللي هو بيقوله. يعني انا بس عايزه اتابع الوقت. طيب احنا لسه معانا وقت، انا عمال سامع البرزنتيشن بس احنا خدنا فقره حلوه في الاسئله يعني. طيب government sector apply new ideas and techniques how can we go ahead of this. والله هي دي برضو يعني حاجه تنطبق على الاجايل وتنطبق على حاجات تانية، ان انت apply new ideas and techniques يعني، بس انا ما بقتش شايفه ده دلوقتي. انا بقيت شايفه ان كل السيكتورز بتحاول ان هي تتابلاي نيو ايديز اند تكنيكس، مش بس في الاجايل، بنتكلم على الديجيتال ترانسفورميشن، بنتكلم على الاوتوميشن بتاع البيمنت والقصص دي كلها. ف هو في روم، بس ما تتوقعش ان الدنيا تمشي بنفس السرعه بتاعه شركه صغيره او ستارت اب. اللي بيخلص في شركه صغيره في اسبوع هيخلص في مكان كبير، بس لمجرد الكومبلكسيتي ان انت بتعدي على ناس كتير في شهرين. فتوقع ده، ما يبقاش عندك برضو رونج اكسبكتيشنز عشان ما تحبطش. انما المبدا اعتقد ان هو حاليا ما بقاش مرفوض بشكل عنيف، يعني في بنك كبير من اشهر البنوك الحكوميه دلوقتي بيطبقوا اجايل بشكل عنيف، وده مثال لينا يعني. فان هو لا، اعتقد الموضوع ماشي في سكه كويسه. طيب انا حابه ان انا اكمل الأسئلة بتاعتكم كلها in scope، ما فيش غير سؤال الرود ماب هفتكره إن شاء الله في الآخر. بس خلينا نرجع تاني نكمل البرزنتيشن. إحنا دلوقتي إحنا قلنا إيه؟ إحنا قلنا إن إحنا مش هنعمل our agile، ولما نبدأ نطبق agile صح هنضبط الاكسبكتيشنز بتاعتنا عشان نبقى متوقعين. أو يعني إحنا في كل مرحلة في الرحلة بتاعتنا، على فكرة الرحلة طويلة ممكن تاخد لها أكتر من سنة، في كل مرحلة في الرحلة بتاعتنا عندنا expectation صح لإيه اللي هيحصل، تمام؟ وعارفين إن إحنا في حاجات كتير هتتغير، behavior, communication, practices، طريقة تنظيم الشغل، كل حاجة. فإحنا خلاص بدأنا هو وعندنا expectations، بس ساعة الجد بقى مش عايزين نغير. الريزيستنس بقى اللي بنقول عليه، طب الريزيستنس ده جاي منين؟ ان احنا عندنا مشكله ومش عايزين نواجهها، او ساعات بنبقى مش عارفين ان احنا نواجهها في الوقت ده يعني. فالمشكله دي بتخلينا ان احنا مثلا اللي هو ايه، احنا مش هنقدر ان احنا نهاير ناس زياده. طب المشكله هتفضل موجوده، مفيش يعني خلاص هنتعامل معاها، ممكن نقرر ان احنا هنتعامل مع المشكله دي مده شهرين ثلاثه لحد ما حاجه تتغير ونقدر ان احنا نهاير، بس في الاخر المشكله دي هتفضل موجوده. او مش عندنا مشاكل في الشغل بتاعنا، ساعات بيبقى عندنا مشاكل تكنيكال، عندنا تكنيكال دات كبير جدا وفيه باجز كتيره جدا في السوفت وير بتاعنا،
واحنا مش عايزين نطلع فيتشرز جديده وخلاص، مع ان السوفت وير فيه مشاكل واحنا لازم نقعد نبص على المشاكل دي ونحلها ونقتطع جزء من وقتنا، جزء من كل سبرنت مثلا ان احنا نحل المشاكل دي، فنلاقي نفسنا ان احنا مش عايزين ده وعايزين نفضل نطلع حاجات كتيره وخلاص. ما هي هتفضل كل اللي بيطلع فيه مشاكل، وهيفضل العملاء بتوعك يشتكوا، وهتفضل ان انت تخسر عملاء بسبب ان السيستم مش ريلايبل، ومش هنحل حاجه. ساعات بنكون محتاجين changes في البروسيس او changes في الاستراكشر، طبعا دايما محتاجين changes في البروسيس، بس ساعات بنكون محتاجين changes في الاستراكشر. اشهرها ان انت تشتغل اجايل من غير كروس فانكشنال تيم. ما فيش حاجه اسمها كده. كروس فانكشنال تيم يعني تيم يقدر ان هو يخلص الشغل المطلوب منه end to end لحد ما يطلع لايف، including testing، لازم يكونوا يعملوا deployment، developers، back end، front end، القصة دي كلها. لو انا مش عندي مثلا التستنج في ديبارتمنت مختلف ومش عايزه اجيبهم جوه التيم بتاعي، مش هتنجح. مش حاولنا بشتى الطرق، وساعات بيبقى التستنج اصلا بره التيم ومش عارف ايه وحاجات كده. انا محتاج حد معايا عشان نقدر ان احنا نطلع بسرعه. خلي بالك انت عندك 10 ايام شغل عايز تطلع فيهم فيتشر متقفله، بوك فيكسد، حصل عليها ريجريشن، حتى لو ريجريشن سريع الشغل خلص تمام، حد يحضر معاك الميتنجز كلها. فلو انت مش، لو الناس عماله تتغير عليك، يعني التستنج في ديبارتمنت مختلف وعمال يتغير عليك، حضر معاك البلاننج احمد وبعدين لقيت اسماعيل هو اللي بيتست في النص، مش هتنفع. فلو احنا مش عايزين نغير الحاجات دي، مش عايزين نغير حاجات في البروسيس، مش عايزين نغير حاجه، مش لازم الاستراكشر يتغير ان يبقى التستر ده مدير واحد تاني، بس على الاقل معروف ان الراجل ده اسايند على البروجكت ده لمده 3 4 شهور ومش هيتاخد منه، وهو بيحضر كل الميتنجز مع الناس وهو بارت اوف ذا سكرام تيم. الاستراكشر بتاعه كهيراركي عامل ازاي، دي حاجه ادفانسد قوي بقى لما نستقر في حاجه نفعانا لمده طويله ممكن افكر فيها، وممكن حتى لو ما عملتهاش تفضل انت عارف تشتغل بشكل كويس. ممكن يبقى فيها بقى شويه نغازات كده بتاعت اصل انا مين بيقيمني، اصل انا مش عارف ايه، بس دي قصه ثانيه. مش يعني ايه، مش هتعوقك ان انت تبدا، ممكن تعوقك ان انت تكمل لفتره طويله. انما لو انت بتبدا ان ده assign the project، ده التيم ده cross functional ويلا اشتغلوا مع بعض. resistance في الاجايل كلتشر، احنا عندنا كلتشر ان احنا نقعد مع بعض retrospective ونتكلم في المشاكل بشكل open من غير blaming، بس لازم نقول كل المشاكل ونقترح حلول، واي حد اللي في ايده الحل هيكون مسؤول ان هو يحل، واحنا كتيم كلنا مسؤولين ان احنا نساعد بعض ان احنا نحل المشكله دي. في ناس ما بتحبش الكالتشر دي، يقول لك وانا مالي، انا خلصت الحته بتاعتي، الحته بتاعتي دي دايما وماليش دعوه بقى، انا الديفلوبر خلصت الكود بتاعي، ماليش دعوه بقى وصل البرودكشن البجز اتحلت ما اتحلتش، هو بيفتح في تاسكات جديده وخلاص. لا، انت محتاج ان انت تحل البجز اللي بتطلع علشان نقدر الحاجه دي توصل دن. ف الناس بتريزست ده بقى، لا انا عايزه ماليش دعوه بقى بموضوع التيم ده وانا مالي، وافرض هو فلان اللي غلطان، وافرض مش انا. فالريزيستنس دي، فزي ما كنت بقول لكم، هو التغيير مش تغيير بروسيس وبراكسس وبس. فلو انت بتريزست الحته دي مش هتعرف توصل بعيد، يعني هتبقى بس عملت شويه تغييرات صوريه كده هتقع مع اول مشكله. فدي حاجه. طيب لو احنا ما عندناش resistance to change وبنغير وما عندناش wrong expectations وعايزين نطبق الأجايل صح، آخر حاجة ممكن تعمل لك مشكلة إن أنت مبقاش عندك plan، مش عارف هتطبق إزاي ولا إمتى، فتطبق حاجة غلط. أول حاجة مثلاً إحنا بيبقى عندنا prerequisites، مش هينفع تطبق scrum غير وإنت عندك backlog وقادر إن أنت تثبته على الأقل لمدة أسبوع، وبعدين بتكمل بقى. يعني انت في كل اسبوع بتحضر الباكلوج بتاع الفتره اللي جايه يعني. بس لو احنا مش عارفين هنعمل ايه بكره وشغالين كده ما عندناش، مش عارفين احنا رايحين فين، مش هينفع تشتغل اجايل. يعني لازم تظبط حاجه زي كده. لو انت مثلا عندك التيم مثلا في مشكله، ساعات في بعض الناس يقولوا لي طب احنا لما نكمل التيم ونهاير الفرونت اند قصاد الباك اند والتستنج نبدا نشتغل اجايل، بيبقى ده فيري فيري يعني بيبقى صح. طالما انت كده ولا كده مش هتعرف تطلع حاجه، خلاص تعالى نعمل كده. عشان كمان الناس الجديده دي تدخل معانا في المود وتاخد التريننج وتشتغل معانا والقصه دي كلها. فدي مثلا حاجه. في لازم تكونسيدر الوقت المناسب
يعني انا مش هينفع اجي اطبق اجايل في مشروع بيخلص، ومش هينفع اجي اطبق قبل التسليم بشهر مثلا. لو المشروع 6 شهور قبل التسليم بشهر يلا نطبق اجايل، مش منطقي. ونختار البروجكت او التيم الصح اللي احنا نشتغل معاهم. عاده بيبقى البروجكت والتيم الصح ان هما تيم يكون ستيبل موجود معانا بقاله فتره، يعني مش ساعات طبعا بنشتغل مع تيمز جديده، بس لو انت يعني عندك اختيارات، عندك 3 تيمز، اختار الناس اللي عارفين بيعملوا ايه، مش لسه جايين بيكتشفوا المشروع. ان احنا نكون البروجكت يكون ميديوم، لا هو هاي ريسك ولا هو بسيط قوي، لا هو كبير قوي ولا هو صغير قوي. فبروجكت من الافريج بروجكتس اللي احنا بنشتغل عليها، فبتبدأ وانت عارف ان ايه، انت بتغير للاجايل بس ما عندكش ريسك فاكتورز مختلف. فده بيساعد قوي 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 ان احنا لو انت بتختار من 3 تيمز بتعمل بروتوتايب او بتعمل بايلوت تيم، يعني معظم الشركات اللي فيها اكتر من تيم او اكتر من 3 4 تيمز يعني بتعمل بايلوت، فتختار التيم اللي انت تعمل معاه بايلوت. ساعات بنشتغل مع تيمز جديده، ساعات بنشتغل مع كل اللي يعني مع 2 3 تيمز في نفس الوقت، ده بيبقى مقبول. بس في الاخر تبقى عندك خطه، عندك خطه وعارف ان انت مش يعني قبل كده كنت شغاله مع بروجكت بينتجريت مع فيندور تاني، والفيندور ده عنده مشاكل رهيبه والكوميونيكيشن بيننا وبينهم يعني اللي هو ايه، لو بعت لهم حاجه اي بي اي مش شغال بيرد عليك بعدها باسبوعين 3، طب ما في سبرنت خلصت اصلا، فمش ده البروجكت اللي انا بدي اشتغل فيه اجايل. يعني هنبقى احنا ايه يعني في كذا عامل ممكن يبوظوا الدنيا. طبعا نختار البراكتس المظبوط، نختار الفريم ورك المظبوطه والبراكتس المظبوط. وانا عاده بفضل ان انا ما اطبقش كل البراكتس مره واحده، يعني سكرام بيتطبق كله على بعضه بس مثلا فكره ان احنا طب اليوزر ستوريز، طب البلاننج والبلاننج بوكر والرود مابينج، يعني في فلو كبير قوي، كود ريفيو، كل البراكتس تكنيكال. لو انت قررت ان انت تحط كل التشنجز دي في وقت واحد، دي اعتقد اللي انا بتكلم فيها اللي بعدها، الدنيا تتسوح منك، تغييرات كتير على التيم في نفس الوقت، والناس دي اصلا جايه عايزه تكتب كود وتشوف شغلها. انا ما بشوفش ان ده احسن طريقه في التطبيق يعني. فاحنا نحاول نختار سيتبل براكتس نشتغل عليها واحده واحده، بس المهم ان احنا نطبق الحاجه صح، وهي الحاجه دي بتبقى مكمله بعضها. هتشتغل سكرام تشتغل سكرام على بعضه، هتشتغل كانبان تشتغل كانبان على بعضه، عشان الحاجات دي بتكمل بعضها، يعني هي حته بتكمل الثانيه بتلحق الثالثه وهكذا. ونحاول نعمل changes مش كبيره at a time، ونكون expecting ان احنا هناخد وقت على ما نتعلم. طيب لا ثانيه واحده، ايه ده سوري، دي سلايد غلط. احنا الحته الاخيره how to succeed، ودي اخر حاجه، معلش احنا ممكن بقى نستنى 10 دقائق كمان لو عندكم اسئله ثانيه. هو ده يعني زي ملخص اللي انا كنت بقوله. اول حاجه اعرف الاوبجكتيف بتاعك، انت بتابلاي اجايل ليه؟ لو انت بتابلاي اجايل علشان عايز تبقى اسرع، عايز تسلم احسن، الحاجات المعروفه دي فجو. لو انت بتابلاي اجايل علشان تخبي مشكله تانية، فده مش هيودي يعني مش هيعمل لك اللي انت عايزه. فنعرف الاجايل هيساعدنا في ايه واحنا بنابلايه ليه، ولو في مشاكل تانية مش هتساعد يعني الأجايل هيوضحها بس مش هو اللي هيحلها، فخليك عارف ده كويس، ما تتوقعش حاجة غلط. يعني طبعا هتبقى عما تكتشف المشاكل بتاعتك الحقيقية حلها. يعني هنعمل ايه؟ حط implementation plan زي ما كنت بقول، set realistic expectations، ده ملخص يعني. اتعلموا الستاندرد صح، عشان الستاندرد ده كل حاجة فيه موجودة for a reason، فتبقى عارف حتى يعني بعد وقت لما تبقى عارف انت هتسيب ايه وهتتويك ازاي، تبقى عارف ان دي معمولة علشان كذا وانا هعوض عنها بكذا، دي معمولة عشان تتفادى المشكلة الفلانية وانا هعوضها بالطريقة دي. فده لازم يتفهم ويبقى يحصل له practicing قبل ما تقول انا هتويك على مزاجي، يعني كده بتعمل work around. ويبقى عندك صبر، كلنا يبقى عندنا صبر لان الموضوع محتاج صبر و persistence، يعني صبر بس مش صبر واحنا قاعدين كده حاطين ايدنا على خدنا، لا صبر
ومحاولة مرة والتانية والتالتة. السؤال اللي جاي بيقول product owner مش coping with agile نعمل ايه؟ محتاج يعمل الحاجات دي، يعني محتاج ان هو product owner يتعلم صح، نعرف نسمع منه هو ليه. اولا ممكن تكون الستيتمنت دي غلط، هو مش coping مع الاجايل، ممكن تبقى الستيتمنت غلط، نفهم، محتاجين نتكلم ونحل مشاكلنا. نفس الكلام ده، نحل نشوف ايه مشكلتنا الحقيقيه، نحط بلان، يبقى عندنا realistic expectations. ممكن يكون مثلا هو عنده مشكله capacity، معظم البرودكت اونرز عندهم مشكله capacity، او عنده مشكله priority، او محتاج يتعلم، او محتاج نصبر عليه لحد ما يكوب. هي نفس الليست اللي انا بقولك عليه. طيب في سؤال قبلها، ثانية، أنا كده خلصت البتاعة دي، فأنا هكذا هدخل في الأسئلة. في سؤال قبلها، لا الـ governments ماشي ده قلناه، product owner قلناه، حتى هنا بتتكلم على الجزء بقى ازاي تأبلاي الـ DevOps. انت عندك الـ development team والـ team بتاع الـ system admin، ازاي بيستلموا منهم وازاي ان هم يشتغلوا دي. يعني هي دي القصة الـ whole thing بتاعت الـ DevOps، ما أعتقدش أنا هقدر أشرحها في المرحلة دي. If I'm a beginner to agile, how to start؟ أهو، أعرف أنت عايز تعمل إيه، شوف المشاكل، أو يعني لو أنت beginner وأنت individual أنت هتحتاج تتعلم. أول حاجة تتعلم عشان تعرف أصلاً إيه هو الـ agile ده وبيعمل إيه، وبعدين تمشي على الليست دي. طيب ثانية واحدة. اوكي طيب، the business and market changes that not wait for the agile learning curve. set realistic expectations، هنعمل ايه؟ it is what it is. احنا الستيت بتاعتنا دلوقتي ان احنا مش عارفين وحوالينا الماركت بيتغير بسرعة، فانت لازم عندك expectations ان في learning curve، وان انت بتدفع تمن ان انت ما تعلمتش ده من زمان، او يعني مش تمن بس it is what it is. set realistic expectations، خليك عارف ان انت ما بدأتش دلوقتي هتفضل في الستيت دي على طول، فانت لازم تبدأ ولازم تدفع التمن ده. ازاي ان انت have the skill to adapt market change؟ لا مش عارفه، يعني هي انت محتاج، ده اللي انا بقوله بقى، ان انت انا عايز التيم بتاعي بكره يبقى شغال اجايل عشان الماركت تشينجز كتيره، هنعمل ايه؟ هات تيم بيعرف اجايل، هات كونسلتنت يساعدهم، خلينا نحاول ان احنا نطبق حاجات قليله as possible علشان ما يبقاش تشينجز كتيره فالناس تعرف تتعلمها بسرعه. نحاول نعرف بقى ايه اهم حاجه ممكن تفرق معانا جدا ونطبقها. مش لازم تبقى عندك هدف ان انت تعمل الفول اجايل سويت دلوقتي، يعني انت عارف ايه الحاجات المهمه وطبقها عشان التيم ميبقاش عنده تشينجز كتيره، بس تشينجز دي تبقى تو ذا بوينت. 80 20 رول يعني. What are your recommendation for someone who wants to transition to pre-sales and product management؟ محتاج اول حاجه فكره البرودكت مانجر عشان تشتغل عليه، ان انت محتاج النقلة من أي حاجة برا software to software، محتاج تفهم طريقة software أصلا، محتاج تفهم زي ما بنقول بالبلدي كده الكور ده فيه إيه، فأنت محتاج تفهم ده، تذاكر برضو تفهم product management في software ماشي إزاي، تفهم software نفسه ماشي إزاي، وبعد كده تفهم إن أنت تبدأ. أنا بشوف إن practical experience مهمة قوي، حتى لو في الأول هتعملها ببلاش، volunteering بقى، تشتغل overtime مع department software في نفس الشركة، تاخد freelance projects whatever، بس practical experience is very very good. يعني شوف mentor product manager في software وحاول تشتغل معاه وهكذا. لا في طرق كتير قوي، انت ممكن تلاقي طرق كتير قوي عندي على اليوتيوب channel او في اليوتيوب عامة، ان انت تران retrospective. اهم حاجة ان whatever الطريقة ايه هي، الناس لازم تتكلم تواجه مشاكلها، وتبدأ ان هي من غير blaming تبدأ ان هي تطلع actions، والactions دي تبع عليه، طلع action واحد او اتنين وتابع عليهم كل retrospective، هتلاقي مشاكلك بتتحرك، وده اهم حاجة. roadmap please for personal learning agile، ملهاش roadmap لكل شخص بعينه، يعني ملهاش زتونة، انت project manager ولا انت developer ولا انت tester ولا انت ايه بالظبط عشان تقدر ان انت محتاج تتعلم ايه في الاجايل. اول حاجة تاخد الستاندردز،
ما تعرف ايه الدنيا دي فيها ايه، والمايند سيت فيها ايه، والمانيفستو، ويعني ايه سكرام، ويعني ايه الاجايل بروجكتس بيمشي ازاي. بس بعد كده التفاصيل بقى هتبقى ليها علاقة بالرول بتاعك. يعني changing requirements should be held within the iteration or only acceptable in sprint planning. لا، الاتريشن مش المفروض، يعني within ال sprint المفروض الحاجات ما تتغيرش، تتغير قبلها عادي، تتغير حاجات ال sprint الجاية عادي جدا، بس طول ما ال sprint قايمة مش هينفع نقول للناس سيبوا اللي في ايديكم وامسكوا دي. ف acceptable ان انت once ان دخلت ال sprint ده ال standard بتاع scrum، وده معمول لأسباب كتير، أهمها ان الناس تعرف تشتغل وتخلص اللي هي قالت ان هي تخلصه. لو انت قلت له، جيت في نص السبرنت قلت له سيب اللي انت عامله بلان واشتغلت نصه وامسك ده، فهو هيجي على اخر السبرنت، لا خلص ده ولا خلص ده، تبقى واقفين في النص كده والشغل مخلص. We cannot build our squads with freelancers, right؟ صعب قوي قوي، وما شفتهاش بتنجح بصراحة. ممكن يبقى واحد فريلانسر بيزق معاك، بس لازم يبقى ليه بديل في التيم، الا لو البروجكت كله فريلانسر فهو ماشي بالمود البطيء ده، دي ممكن تمشي شويه. انما فول تايم ومعتمد مثلا ان انت عندك التستر فريلانسر، لا صعب. ممكن يبقى عندك تستر فول تايم ومعاه واحد فريلانسر، فلما الفريلانسر بينشغل او بيقع او يعني مش الدنيا ما بتظبطش، بيبقى التاني بقى يا عيني بيشيل الشغل كله وخلاص. What type of contracts most suitable for agile projects؟ بص، في contracts كتير، time and material، في contracts agile بخصوصها، يعني اجايل كونتراكتس انت تقدر فيه، يعني في ارتكلز كتيره فيها الاجايل كونتراكتس تقدر تبص عليها، لان ده موضوع يطول شرحه. يعني Do you choose a technology to ship and deploy faster or one that takes much more time؟ حسب البروجكت، ملهاش حل، ده تكنيكال ديسيجن على حسب البروجكت بتاعك. انت البروجكت بتاعك مطول معاك، ولا انت عايز تشيب فاستر وتشوف انت وتست الماركت وبعدين تبقى تشوف اللونج تيرم، دي على حسب الستيت بتاعه البروجكت. يعني هاو دو ابلاي اجايل ان ديف اوبس؟ على حسب التيم. يعني مثلا اللي بشوفه كتير ان انت الديف اوبس تاسكس بتدخل از تكنيكال تاسكس مثلا في السبرنت مع الديفلوبرز. لو انت عندك ديف اوبس تيم، فانت بتبدا تشوف طب ايه الباك لوج بتاعنا وايه اللي احنا شغالين عليه، طب احنا ينفع نحط الحاجات دي في سبرنتات، الحاجات دي لونج تيرم، ولا الحاجات دي بتتغير واحده واحده، فاحنا هنشتغل كامبن. كمان الفلو بتاع ريليزز من السوفت وير تيم او الديفلوبمنت تيم عامل ازاي. How to make the bundle of the scrum ceremonies؟ Some ceremonies depend on totally on the product owner. يا جماعة نفس الكلام، لازم نتعلم. البرودكت اونر شخص من التيم لازم يتعلم، لازم يتعلم ويبقى فاهم ويتشرح له الكلام ده، وهو يبقى فاهمه وبيطبقه، وهو committed ان هو يطبقه as part of the team as part of the company. يعني رود ماب فور تيستينج رول، للاسف هو ده مش اختصاصي، يعني اللي هقوله لك هيكون based upon personal experience مع التسترز اللي اشتغلت عليهم، بس ده مش اختصاصي. You said we need to implement practice by practice with the minimum set of practices you must start with. على حسب اهم مشكله عندك عامله ازاي. يعني انت بتحل مشكله ايه؟ لو انت بتحل مشكله requirements فانت هتركز على user stories مثلا، لو انت قول سلايسنج بتاعها، لو انت بتحل مشكلة delivery فانت هتركز على سكرام، سكرام كله على بعضه. Can there be agile PM with no subject technical experience hands on coding؟ عادي، بس المهم يبقى شغال او فاهم الفيلد ماشي ازاي. يعني انت عمرك ما هتعرف تبقى بتمانج حاجة سواء product manager او project manager او scrum master او كده وانت مش فاهم الدنيا دي ماشية ازاي، عملتها بنفسك ولا لأ، دي بتختلف بقى كسكيلز من واحد للتاني، بس لازم فاهمين هي ماشيه ازاي، لازم شغالين معاهم بقى لنا فتره. يعني التستر مش دايما بيكتب كود، واحنا زمان على ايامنا زمان يعني ما كانش فيه اوتوميشن كتير، فالتستر كان معظم الوقت بيشتغل مانيوال، بس في تسترز بيبقوا بي امز كويسين جدا عشان هو عايش في الفيلد معانا، تعامل مع ديفلوبرز كتير في حياته، اخذ الضغط معانا وعارف البروجكتس بتفيل فين وبتنجح فين والقصة دي كلها. احنا كده تمام. الرود ماب، انت تقصد الرود ماب بتاعه البرودكت مانجمنت، لو هي ده السؤال اللي انا هرد عليه. يعني فاحنا الرود ماب عندنا، انت بتحتاج، يعني هقول لك بريفلي كده، اول حاجه بتبدا من الفيجن
اللي انت حاططها للشركه حطاها يعني. فالشركه بتبقى حاطه فيجن، فاحنا بنشوف بيزد ابون دراستنا للماركت، ومهم قوي دراستنا للديتا بتاعتنا، ولو ما عندكش ديتا بتوريك انت رايح فين فلازم تبدا تبنيها. فتبدا ان انت من دراستك للماركت، دراستك للديتا مع الفيجن، بتحط الحاجات اللي انت متوقع ان هي تنفعنا الفتره اللي جايه، وتبدا ان انت تحطها لكوارتر، شهر ونص لشهر، وتفضل انت قادر تعمل ايه. طبعا لو عندك كلاينتس تاخد منهم الفيدباك طبعا، اكيد مش تحط الحاجات دي من دماغك يعني. وتبدا ان انت تحط الكلام ده في رود ماب، والرود ماب بتتراجع، مش بتتحط كده وتتنفذ وان تايم، بتتراجع كل شهر نشوف احنا وصلنا لايه، ما وصلناش لايه، طب قرايتنا دي كانت اصلا صح ولا احنا محتاجين نغيرها، وهكذا. طيب اخر سؤال، recommendation for suitable velocity estimating initially while new team new feature. هصدمك واقول لك انا ما بعملش كده. It's not يعني ده تنجيم، ده مش estimation. new team new يعني انت محتاج حاجه history عشان تستيميت حاجه جاي، يعني ال velocity هي relative estimation. فاحنا بنقعد بنلينك بنريليت الحاجات لبعض، ونحط هبده، نحط نقول اه والله دي شكلها كده بتاعت اسبوعين، بس نيو تيم نيو فيتشر الايرور في الموضوع ده بيبقى كبير قوي. فاللي انت محتاج تعمله ان انت تحاول تشوف اقرب حاجه للهيستوري عندك في الشركه، حاجه زي كده احنا كشركه خلصناها في قد ايه، بتيم مشابه يعني مش تيم الضعف مثلا، بتيم مشابه احنا كشركه خلصناها في قد ايه، لقيت ان احنا كنا مخلصينها بتيم الضعف، فهتقول طب هاخد نصها مش عارف ايه. بس خلي بالك ان انت في الستيت دي نسبة التنجيم عندك عالية قوي، انما لما بيبقى عندك حاجة هيستوري، عشان كده مهم قوي ان انت تبيلد الهيستوري ده وتشوفه. لما بيبقى عندك حاجة هيستوري يعني تقدر ان انت تقيس عليها، حتى لو هو مش شبهها قوي، بس يعني بروجكت في الحجم ده احنا خلصناه في 3 شهور، حتى لو انت شايف البروجكت صغير، طالما انت خلصت الحجم ده في 3 شهور فاعمل حسابك ان التاني هياخد منك 3 شهور. لما تبقى الداتا دي تتغير، ولما يبقى البروجكت في الحجم ده انت بقيت كشركه شاطرين جدا وتخلصوها في شهرين، يبقى غير الاستيميت بتاعك. فانا بشوف ان الاستيميشن بيزد ابون هيستوري هو اصدق حاجه. اي حاجه ثانيه بتكون فيها ايرور مارجن عالي، فتوقع الايرور مارجن. طبعا احنا ساعات لازم نكون مضطرين نحط استيميت في اوقات كتيره قوي، بس خليك عارف ان الايرور مارجن عالي، حاول تدور على على الهيستوري على قد ما تقدر. طيب احنا كده خلصنا الوقت، شكرا ليكم وشكرا لوقتكم. انا يعني ده شويه تستمونيز عني وحاجات كده من اللي انا عملتها. ده الايميل بتاعي، هتلاقيني على لينكد ان، هتلاقوني على اجايل بالعربي، وهتلاقوني يعني متواجده يعني، واقدر ارد عليكم في اي وقت. وانا حابه اشير معاكم ان احنا ان انا بشتغل على مع الكلاينتس بتوعي بفريمورك ابلايد اجايل فريمورك، بحاول اطبق فيها ازاي نطبق الاجايل واحده واحده، ازاي نطبق الاجايل بشكل يكون لونج تيرم، بس بنحل مشكله مشكله والمشاكل المهمه، وازاي نحط بلان والقصه دي كلها. انا اتكلمت في مؤتمر مع اتيدا قريب على موضوع الابلايد اجايل فريمورك مع ساك، وهتلاقوا في المؤتمر الاخير بتاع افريكا، نقدر نشوف التوك دي يعني، وهتلاقوها على اليوتيوب، هتلاقوني بتكلم عليها برضو. فدي الطريقه اللي انا بشتغل بيها، بحاول ان انا اطبق اللي انا بقول لكم عليه، واتمنى ان انتم كمان تقدروا تطبقوا. اللي محتاج مني اي حاجه دي الكونتاكتس بتاعتي، وشكرا لوقتكم.